حياكم الله في نشرتنا الإخبارية خاصة بليبيا. وإلى العناوين: حبس الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي بتهمة الفساد، العثور على أسلحة وذخائر في منزل بمدينة الخمس، وضبط لحوم منتهية الصلاحية بمجازر في سبها. أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتياطي لرئيس جهاز الأمن الداخلي السابق رشيد الرجباني لإبرامه عقود توريد معدات وصرف أثمانها أعلى من ثمن بيعها، واستلامه معدات لا تتوافق مواصفاتها مع البيانات المتفق عليها، فضلاً عن تحويل قيمة بعض المواد إلى الجهر المتعاقد معها دون أن يقابلها تنفيذ التزام البائع بتسليمها إلى الإدارة. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة دبيبة العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بمنزل في مدينة الخمس. جاء ذلك بعد ورود بلاغ إلى مديرية أمن المدينة ضد شخص قام برمي قذيفتي RPG على منزل جاره الذي تقدم بالبلاغ. رحل فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بأجدابيا 271 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة. تأتي العملية بإشراف رئيس نيابة الهجرة غير الشرعية ضمن خطة ترحيل موسعة للمقيمين بطريقة غير شرعية في المدينة. أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي ضبط لحوم منتهية الصلاحية وأخرى دون بيانات توضيحية خلال جولة تفتيشية على محل القصابة والمجازر بمحلة المنشية في مدينة سبها. باشرت الشركة المنفذة لمشروع استكمال ملعب المدينة الرياضية ببنغازي أعمال استكمال الملعب وتوسعته بسعة 40,000 متفرج بدلاً عن 28,000 في الإنشاء القديم بمدة إنجاز تصل ل 12 شهراً بعد توقف العمل بالمشروع منذ عام 2011. سجلت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاعاً في إنتاج النفط الخام حيث بلغ 1,215,000 برميل يومياً، في حين بلغ إنتاج المكثفات 53,000 برميل يومياً خلال 24 ساعة الماضية. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا، وإلى اللقاء.